وفكر وعمل، ليلنا جد وفكر وأمل، ننهل العلم لعمران البلاد، بوفاء الأمم ونبض الفؤاد. جاء يوم الفخر بالجهد الذي من ربيع العمر مدفوع الثمن، فرحتي فرحة
صبر وعمل، ليلنا جد وفكر وأمل، ننهل العلم لعمران البلاد. وفاء طمأنونة نبض الفؤاد، جاء يوم الفخر بالجهد الذي من ربيع العمر مدفوع الثمن. فرحتي فرحة أمي وأبي، تملأ الكون ضياء وسنا، فكر وأمل، ننهل العلم لعمران البلاد. بوفاء طمأنونة نبض الفؤاد، يومنا جهد وصبر وعمل، ليلنا جد وفكر وأمل، ننهل العلم لعمران البلاد. بوفاء طمأنونة نبض الفؤاد، جاء يوم بالجهد الذي من ربيع العمر مدفوع الثمن. فرحتي فرحة أمي وأبي، تملأ الكون ضياء وسنا، تملأ الكون ضياء وسنا. فكر وأمل، ننهل العلم لعمران البلاد. بوفاء طمأنونة نبض الفؤاد، يومنا جهد وصبر وعمل، ليلنا جد وفكر وأمل، ننهل العلم لعمران البلاد. بوفاء طمأنونة نبض الفؤاد، جاء يوم بالجهد الذي من ربيع العمر مدفوع الثمن. فرحتي فرحة أمي وأبي، تملأ الكون ضياء وسنا، تملأ الكون ضياء وسنا. صبر وعمل، ليلنا جد وفكر وأمل، ننهل العلم لعمران البلاد. بوفاء طمأنونة نبض الفؤاد،
صبر وعمل، ليلنا جد وفكر وأمل، ننهل العلم لعمران البلاد، بوفاء القمر نبض الفؤاد. جاء يوم الفخر بالجهد الذي من ربيع العمر مدفوع الثمن، فرحتي فرحة أمي وأبي، تملأ الكون ضياء وسنان، صبر وعمل، ليلنا جد وفكر وأمل، ننهل العلم لعمران البلاد، بوفاء القمر نبض الفؤاد. السلام الملكي. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، أيها الخريجون والخريجات، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مساء تعطرت سماؤه بالجمال والنجاح وتلألأت نجومه بحضور أمير محب للعطاء والكفاح. وفي لحظة ارتسمت فرحة على محيا الخريجين والخريجات بفرع جامعة الملك خالد بتهامة. نرحب بك يا صاحب السمو أميراً، أنرت المكان فكنت فيه علامة وهامة، ونرحب بأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة وجميع الحضور الكرام. خير ما نبدأ به حفلنا الليلة آيات من القرآن الكريم يتلوها الطالب معاذ أحمد مفرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نحتفل هذه الليلة بتخريج طلاب وطالبات كليات جامعة الملك خالد بفرع تهامة للعام الجامعي 1443 للهجرة. صاحب السمو، لقد قلت إن بذرة الإرادة ستنتشر بقوة في عسير لتحقق الإنجازات، وها هي جامعة الملك خالد تحقق إنجازاً يضاف إلى إنجازات عسير بتخريج فوج جديد من أبناء الوطن وبناته. نبقى الآن مع فيلم وثائقي بعنوان حكاية نجاح. يقدم فرع جامعة الملك خالد بتهامة خدماته لسكان محافظات تهامة عسير والمراكز والقرى التابعة لها، فمن محايل عسير ورجال ألمع وبارق والمجاردة والبرك وبعض المحافظات المجاورة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، من خلال عدد من الكليات تضم عدة تخصصات يدرس فيها أكثر من 10,000 طالب وطالبة. ومنذ إنشاء إدارة للفرع في عام 1434 هجرية شهد عدة تطورات كان أبرزها تفعيل عدد من الإدارات والوحدات المالية والإدارية والفنية وعدد من وكالات العمادات المساندة كعمادة شؤون الطلاب وعمادة القبول والتسجيل وعمادة خدمة المجتمع وعمادة التطوير والجودة. ويضم الفرع 6 كليات: كلية العلوم والآداب بمحايل، كلية العلوم والآداب برجال ألمع، كلية العلوم والآداب بالمجاردة، كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل، فرع الكلية التطبيقية بمحايل عسير، فرع الكلية التطبيقية برجال ألمع. من أهم منجزات فرع الجامعة هو انتقال كل الكليات لمبان حكومية حديثة مجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات لتكون تلك الكليات المنتشرة في محافظات تهامة بيئة مميزة تسهم في بناء الإنسان والمكان، ولتحقيق رؤية الفرع نحو بيئة أكاديمية جاذبة لدعم جامعاتنا لتكون في مصاف الجامعات المتقدمة عالمياً. من أجل الاستثمار الأمثل لأعضاء هيئة التدريس في كليات فرع الجامعة بتهامة، فقد حرصت الجامعة على ابتعاثهم لإكمال دراساتهم العليا في أرقى الجامعات العالمية، وقد بلغ عدد المبتعثين 48 مبتعثاً، بينما بلغ عدد المبتعثات 30 مبتعثة خارجياً وداخلياً. ومن أهم الجامعات العالمية التي تم الابتعاث لها جامعات مثل كارديف أند ليدز ببريطانيا، وجامعات مثل ألاباما وديلاروي بالولايات المتحدة الأمريكية.
أيها الحفل الكريم، في هذه اللحظة نستمع الآن لإعلان نتيجة الخريجين والخريجات بفرع جامعة الملك خالد بتوهامة. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، صاحب المعالي الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي معالي رئيس الجامعة، أصحاب الفضيلة والسعادة، إخواني وأخواتي الخريجين والخريجات، يطيب لي في هذا المساء أن أعلن عن تخرج الدفعة 24 من خريجي وخريجات جامعة الملك خالد بفرع الجامعة بتهامة، حيث بلغ عدد الخريجين أكثر من 2300 خريج وخريجة من مختلف الدرجات العلمية، وحرصت الجامعة بتوجيه من معالي رئيس الجامعة للتوسع في فروع الجامعة والتخصصات، حيث تحتوي فرع الجامعة بتهامة أكثر من 30 تخصصاً مختلفاً في مختلف المجالات الطبية والعلمية والحاسوبية والإدارية والأدبية، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة في نشر العلم والمعرفة في مختلف المجالات. وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة للخريجين والخريجات على ما حققوه من إنجازات في هذا اليوم، متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم المستقبلية. للخريجين والخريجات مشاعر وطموحات في يوم التخرج يعبر عنها الطالب نواف إبراهيم آل مانع. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح السلمي، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف بين أيديكم نيابة عن زملائي الخريجين وزميلات الخريجات ليعبر عن مشاعر الفرح والسرور الذي يغمرنا الليلة بتخرجنا، وأروي لكم حكاية الجد والكفاح. في يوم ما وقبل 4 سنوات بدأت الحكاية، عندما التحقنا بجامعة الملك خالد كان الأمل يحدونا وطموحنا ليس له حد، درسنا بكل إخلاص وتفاني، واليوم ها نحن نحصد ثمار مسيرتنا، وأجمل هذه الثمار فرحتنا العظيمة هذه الليلة، ليس لأننا خريجون فحسب، بل لأننا سنصبح لبنة من لبنات بناء هذا الوطن، بناء يسهم في تحقيق تطلعات قادته العظماء. أيها الحضور الكريم، في هذا المساء البهيج نعبر لكم عن مشاعرنا وابتهاجنا في 3 باقات. الباقة الأولى نقول فيها: شكراً لك يا صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود على تشريفك لنا هذه الليلة الجميلة، وشكراً لآبائنا وأمهاتنا الذين تعبوا معنا حتى وصلنا إلى هذه الفرحة. أما الباقة الثانية فهي مهداة لجامعة الملك خالد ممثلة برئيسها معالي الأستاذ الدكتور فالح السلمي ووكلائه الكرام وأصحاب السعادة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، وإلى جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين بفرع تهامة، فلهم جميعا أجمل عبارات الشكر والتقدير. أما الباقة الثالثة فهي لكم أيها الزملاء الخريجون والخريجات، علينا أن نستشعر المسؤولية الواجبة في المحافظة على هذا الوطن والمساهمة في تطوره وبنائه، بناء يناسب مكانته العالمية ويحقق تطلعات قادته أهل الطموح والرؤية الثاقبة. وأخيراً أقول إن لدينا ثقة كبيرة في أننا نستطيع أن نصنع بمشيئة الله مجداً عظيماً لهذا الوطن الذي يفخر به الجميع، ف
فهيا بنا جميعا لنصنع المجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبريت غنائي بعنوان شموخ وطن من كلمات الشاعر أحمد المنجحي وألحان الأستاذ عبد الرزاق عسيري، أداء كل من الفنان عبد الرزاق عسيري وعادل عبد الرحمن وإشراف الأستاذ عبد الرحمن مريع. وقد خصصت أول لوحة غنائية في هذا الأبريت بمناسبة سلامة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. لاباس 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 يا نور الوطن، لاباس يا نور الوطن، لاباس يا وفي الخصال يا ابو فهد، جعلك دوام الدوم من السالمين، الدوم من السالمين، في ضحكتك نور الحياة يا سيد المجد المهاب، يهديك شابك بالوفا قبله على صف الجبين، لاباس يا نبض القلوب دع وتعلم الغيوب، يحفظك يا عامر دروب المملكة دنيا ودين، المملكة دنيا ودين، يا سيدي يا ابو فهد تعيش يا وجه السعاد، يا فرحة الشعب السعودي يا غلا روح وعين، بشرع منزل بالرسالة، أسس الملك المظفر بالعوايد والمكارم والشيم راعي للصلاة، بعد خوف ظلم صار الأمن سايد والرخاء والأمن نعم في ظلاله، وابتدى عهد من التجديد رايد في حماس المانع عزمة واتكاله، سيدي سلمان ميزان العدالة، ومن شموخ طويقل محمد فرايد والعهد له والولا نعلن مقاله، الأمير اللي له تنوخ المحامد يشهد العالم على قوة فعاله، قايد الرؤيا وللتقدير حاصد نظرته للقادم وصورة جماله،
القصايد انت شيف السهل وتغني جبالا ما وقف في كل ما شافه محايد بذل للمنطقة جهده ومال برض مكة والمدينة ولا نامان من الله حسب تشريع ومن الله طهر قلبك ما يدنس وانت بيد الأمينة
سيف ذول حد السنين على مدارة السنين في وجه من صبح أمان عن الطريق المستقيم وراد عقل بالعصا مكانتك في العالمين أهل رب العالمين قوه مع صبر لما يقدر المصافي لكن بينا صفا بعيني بلد يا غاية القلب ومنا لك الوفا حب وغلا قادتك سمع ولا للمجد والعزة حما مثلك بعيني بلد يا غاية القلب ومنا أيها الحفل الكريم لسعادة المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة الدكتور أحمد بن عاطف الشهري كلمة بهذه المناسبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأميرة تركي بن طلال بن عبد العزيز أميرة منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، معالي رئيس الجامعة، أصحاب الفضيلة والسعادة، فرسان هذا المساء خريجي وخريجات العام الجامعي 1443 للهجرة من فرع جامعة الملك خالد بتهامة، السلام عليكم ورحمة الله. في لقاء من لقاءات الخير للاحتفاء بتخرج أكثر من 2100 طالب وطالبة من فرع جامعة الملك خالد بتهامة، في مثل هذا المساء من الأسبوع الماضي رعيتم حفل تخريج طلاب وطالبات الدفعة 24 من جامعة الملك خالد في المدينة الجامعية بالقرعاء، وقبل يومين تخرج جامعة بيشة. حينما نشاهد هذا التتويج في تهامة عسير وسراتها فإننا نفخر بمنظومة متكاملة من العمل تقودونها توجيهاً واهتماماً ومتابعة من خلال هيئة تطوير عسير والتي تدعمها الإمارة في إنهاء أعمال مشاريع الجامعة في تهامة. إن محور اهتمام الدولة هو شباب وشابات وضعوا نصب أعينهم تحقيق رؤية وطنهم، يشاركهم في ذلك أساتذة وموظفون يقدرون المسؤولية ويدركون الواجب، وخلفهم آباء وأمهات وأسر ترعى وتحرص وتهتم وتتوق لمشاهدة اليوم الذي ترى فيه الأبناء والبنات في منصات التكريم ومواطن الفخر. ونسأل الله أن يحفظ وطننا ويؤيد حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. وعلى الخير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حفلنا الكريم. قسم خريجات كلية العلوم الطبية تردده الخريجات بعد أن تتلوه عليهم الخريجة نبراس عبده الخواجي. وإنه قسم لو تعلمون عظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة لديني وبلادي ومليكي، وأن أراقب الله في ممارسة مهنتي مسخرة علمي لصون حياة الإنسان، وأن أقدم الرعاية الطبية للناس جميعا دون ما تفريق بينهم، محافظة على أعراضهم، ساترة لعوراتهم، كاتمة لأسرارهم، وأن أجتهد في طلب العلم موقرة من علمني ومعلمة لمن يصغرني، والله على ما أقول شهيد. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، في هذه اللحظات نحن على موعد مع تكريم أوائل مراتب الشرف من الخريجين والخريجات من كليات فرع الجامعة بتهامة. كلية العلوم والآداب محاي العسير، أحمد يحيى العسيري، طالع علي طالع عسيري، قصي محمد الحفظي، أيمن سالم القرني، أحمد حمزة الفلقي، سلمان علي عسيري، ياسر حامد عسيري، ريان سالم محمد الشهري. كلية الشريعة وأصول الدين بتهامة، علي موسى البارقي. كلية العلوم والآداب محاي العسير، عبير البارقي، زهراء ناصر البارقي، عاشة أحمد عسيري، مواهب علي محمد عسيري، معدية حسن الشهري، بشاير إبراهيم عسيري، صفية بنت محمد هلالي، شايخة مفرح الشهري. كلية العلوم الطبية التطبيقية للطالبات، حليمة بنت علي العامري. كلية العلوم والآداب للطالبات بمجاردة، أمجاد محمد العمري، روان محمد الشهري. كلية العلوم والآداب للطالبات برجال ألمع، شريفة محمد عمر، أسماء إبراهيم عسيري، تقيا أحمد علي عايض عسيري. بشرع منزل بالرسالة، أسس الملك المظفر بالعوايد والمكارم والشيم راعي.